بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفت انتباهي عبارة تقول ناجح بالمغلوب، وذكرتني بالهرم المغلوب، يمكن البعض يتذكر هذا. الآن ناجح بالمغلوب كعنوان يلفت الانتباه، حاولت أن أعرف مغزى هذا الموضوع، ووجد أن هناك وراء هذه التسمية نشاط توعوي ثقافي في جامعة الكويت. وهذا الأسبوع تحت رعاية واهتمام الجامعة يستحق الاهتمام كذلك منا نحن في الإعلام من برنامج السنعوسي، أن نتبنى فكرة من هذا النوع. طبعا اتحاد الطلبة فرع الكويت كان وراء هذا التجمع وهذا النشاط وهذه الفكرة، كثر خيره جزاهم الله خير، لأنها فكرة نبيلة كنا دائما نتمنى أن نتحدث فيها ونساهم بالدور الذي يجب أن نساهم في قضايا عديدة في المجتمع، الدور الإعلامي. القش نسمع عنه وهذا مو جديد، القش في الأكل، القش في الحكي، القش في القذاء، القش في قضايا عديدة، هذا معروفة وفي كل أنحاء العالم بتختلف حسب ضمائر البشر والناس ووعيهم وثقافتهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. لكن أخطر شيء هو القش في التعليم، القش في العلم والمعرفة، وكيف يجرؤ إنسان أن يستسهل قضية أن يقش لينجح، ولكن ينجح بعقل فارغ فلم يقضي عقله بشيء. وكوني أساهم بتقضية عقلي، وكوني أساهم بأن أجد وأجتهد وعرض وأفتخر بنفسي بهذا الاجتهاد، هو ذخر لي في حياتي وفي مستقبلي، وأشعر باعتزاز وفخر أولاً عند أهلي وأولادي في المستقبل. عندما تكبر تجد نفسك أنت مثال، لكن لما يوقف ولدك يقول لك كيف أنت قشيت شلون نجحت، تصير هذه. أنا يسألوني إياها أحياناً، أقول لهم أنا بالإنجليزي كنت أقش ولازلت متحسن، قلت والله كنت أقش بالإنجليزي، يسكتون. قريت بوحدة أحياناً نقش قبل لا بأس، بس على شكل خفيف. أنا من جيل ينتمي إلى غير هذا الجيل. قش عندنا ما حد يقدر يجرأ يحكي فيه، يقول حق واحد أنا قشيت، عيب فضيحة. أما الآن هل هو ظاهرة؟ أو إحنا نحكي عن شغلة محدودة ما يجب أن نكبرها ولا نضخمها؟ حنسأل معي في الأستوديو ضيوف كرام متخصصين وشهود عيان، وهم أنفسهم شهدوا على زملائهم وزميلاتهم. فنسمع إذن، فأتفضل الدكتور تكلم عن هذه الظاهرة لو سمحت. حقيقة وطبعا مثل ما تفضلت، هي طبعا ظاهرة الغش هي ظاهرة موجودة في على مر العصور، نعم، وفي كل المجالات. وإذا أخذنا المجال التعليمي، نعم، وبالخصوص أتكلم عن المستوى الجامعي، نعم، فأيضا هذه الظاهرة يعني معروفة، ولذلك لا تخلو، تكاد لا تخلو جامعة أو مؤسسة تعليمية في العالم إلا ويكون لها لوائح تعالج مثل هذه الأمور. وبالتالي إذا ركزنا على الكويت، حقيقة أنا ما أشوف أنها ظاهرة منتشرة، خصوصا في الجامعة ما هي ظاهرة منتشرة بتاتا. يمكن بعض الناس يختلفون معي، لكن من خبرتي المتواضعة في الإدارة تقريبا 7 سنوات في إدارة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت اللي تضم حوالي 2500 طالب، خلال هذه السنوات كلها
ما تجاوز عدد الحالات التي تم ضبطها وتطبيق اللوائح عليها على يمكن 12 حالة. حتى في جامعة الكويت اللي تشمل حوالي 17,000 طالب، الحالات لو نشوفها حالات ليست بكثيرة. طبعاً هذا لا يعني أن الحالات هي فقط اللي تم يعني ضبطها، بالتأكيد في حالات كثيرة لم تضبط، ولكن يعني نؤكد على كلامك أن الظاهرة موجودة، ما نحط رأسنا في الرمل. نعم. ولكن بنفس الوقت هي ليست ظاهرة منتشرة، وحجمها يعني يجب أن نضعه في مكانه. أشكرك. مزيد من التعليق حول موضوع الظاهرة، تفضل رئيس اتحاد الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص موضوع الغش، يمكن نحن نتناولناه في اتحاد الطلبة كمكافحة لهذه الظاهرة بشكل عام. تبنينا هذا الموضوع على مستوى مجتمع الكويتي ككل، أي على مستوى التعليم بشكل عام في الجامعة ومستوى الثانويات وفي التطبيق وفي كل مجالات العمل في الكويت. يمكن احنا في فترة جدا حرجة، متوقع ان بعد اسبوعين او اسبوع قدام راح نبدا نسمع في الجرائد والصفحات الاولى تم ضبط ظاهرة في امتحانات الثانوية العامة 2-3 يوصل اخر شيء الى 10-20. فمثل هذه الظاهرة فعلا قاعدة تتكرر، فاحنا حرصنا في مثل هذا الوقت ان نطرح مثل هذا الموضوع. تركيزنا الرئيسي في طرح هذا الموضوع ان اعتقادنا ان ظاهرة الغش او مشكلة الغش الموجودة في التعليم في الكويت بشكل عام تنقصها حتى الطالب، يمكن نمنع هذا الظاهر أو نقللها، تنقصها ينقص الطالب عندنا الوازع النفسي. اللوائح موجودة، اللوائح موجودة والمعرفة بشكل عام الكل يعرف إن الغش شيء ضار، لكن المشكلة في عدد كبير جدا ما يعني غير مقتنع وإنه يطبق هذه القناعة عمليا. لذلك هناك وازع نفسي غائب بشكل كبير جدا. عدد كبير من الطلبة متفوقين، وعدد كبير من الطلبة الذين يرون هذا الظاهر خطأ ولا يريد أن يطبقونها تلقى وقت الامتحان أو وقت الدراسة عندما يطلب منا أي طالب آخر يأخذ منا سؤال أو معلومة ينحرج، لأن هو يعتبر أن هذا خطأ أو هذا منهي عنه في الشرع، لكن طالب آخر لا يعتقد أن هذا يعني بيكون سميه نقالة ما يعطيني وي يحقد عليك بعدين بهالمستوى، ما يفهم أن هذا خطأ وأنا قاعد أمتنع أني أعطيك المعلومة هذه بناء على اعتقاد أن هذا خطأ وأن هذا شيء منهي عنه. طيب لو سمحت، احنا الان واضح جدا احنا متفقين ان هناك غش، لكن نبي نعرف من المسؤول، من هي الجهه التي نستطيع الان نقول ان هي مسؤوله عن اخلاقيات هذه الاخلاقيات اللي تؤدي الى الغش. هل هناك من يقول المدرسه، هناك من يقول البيت، هناك من يقول تعريفات كثيرة، من هو المسؤول عن زيادة الغش في مجتمعنا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن الظواهر الاجتماعية اللي في المجتمع دائما ما يتحملها شخص واحد أو جهة معينة. مشكلة الغش مشكلة المجتمع ككل، ما يتحملها الطالب ولا يتحملها المدرس ولا إدارة المدرسة أو الإدارة المسؤول عن التعليم. ظاهرة الغش توجد في جيلكم نادر من هو يغش. ليش؟ لأن كان هناك رادع نفسي أولا، ثانيا كان هناك رادع من المدرس أو من المراقب أو من المشرف على هذه العملية. لكن اللي قاعد يحدث الآن أنه قاعد يزيد. ليش؟ لأن فيه من أمن العقوبة صالد، فبدت عقوبة الغش تقل. مو معنى ذلك أنها مو موجودة ويعاقبون كذا، ولكن بدأ المراقب نفسه بدأ يختلف في عمله. يعني الخلل لو الطالب اتيحت له الفرصه راح يغش، لكن اذا ما اتيحت له ما راح يغش. احنا نقدر كجهه مثلا رقابيه في اداره مدرسيه او اداره الجامعه او كمدرس انه يمنع هذه الظاهره في حد منها، لكن اذا كان المدرس يسمح بهذه الظاهره شلون تبي الطالب ينتمي؟ يمكن الكل يقول ان الطالب اليوم الاحصائيات طلعت انهم يعتمدون على يطلع الورقه وكذا. الان في بعض الامتحانات القائمه في بعض المناطق التعليميه المدرس ياخذ الورقه وينقلها الى الطالب الثاني يعطيه. ايش راي الاساتذه في هذا الموضوع؟ هل هما سبب رئيسي؟ لا انا ما الاساتذه رئيسي انا واضح انا عندي بالنسبه لي الان لا انا صرت الناس من اول ما بديت على انه الاستاذ المراقب الاستاذ بالدرجه الاولى صح؟ لو كان هناك قوه ورد ما كان طالب راح يغش، لكن بدا في تسيب في مراقبه الامتحانات، بدا في تسيب من المدرسين، بدا فيه السماح مو بس مستوى الغش. يعني في اسباب كثيره لكن انت مركز على هذا الموضوع. اي نعم، لانه هو بالفعل اللي قاعد اشوفه الان
ينشأ بالذات إن أنت طالب ثانوي وشفت يعني قدام عيني ما حد قال لي مثلاً. هنسمع وجهة نظر أستاذ من الأساتذة حول موضوع هذا القضية. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني ما بقول لي إنه في الجامعة وفي التعليم التطبيقي أنا يعني مثل ما يقول الأخوان في مرحلة متقدمة من التعليم يعني طالب يأتي لا بعد ثانوي. فما أعتقد إن السلوكية ممكن. ما أعتقد أن سلوكية تنشأ للطالب في هذا المستوى أو يعني الجو اللي في التعليم التطبيقي أو في الجامعة حتى في الجامعة يشجع الطالب على الغش. بالعكس أنا أعتقد أن الطالب وهذا يمكن الأخوان المتخصصين الظاهرة هذه يمكن جتنا من التعليم العام. هذا الكلام اللي يقول عند الأخ هنا ما أعتقد أنه يعني أن عضو هيئة التدريس لا في الجامعة ولا في التعليم التطبيقي يساهم في تعزيز او مكافاه القش او القش. جتنا من التعليم، انا ماني قادر اهرب عاد. يعني صحيح يمكن يكون من التعليم العام تعود عادات سيئه، السيستم النظام الترتيب كل اللي احنا شعرنا الخلل في التعليم، ولكن ما قاعد اتخيل ان شايل بوكشت القش معاه الى ان يدخل الجامعه، الا لو كانت الجامعه ضمن الناس مالها لا يسمح لك كان في رجع. أنا أعتقد إنه يزداد الطلبة تزدادون في الجامعة أكثر حتى من المدارس العامة. أنا أرى العكس الآن في الجامعة. هل أنا على حق أو خطأ؟ تفضل. لا أخي الرفيق. الحقيقة طبعاً أنا أعتقد من الخطأ أن نلقي المسؤولية كلها على التعليم العام. أنا ناظر مدرسة من 17 سنة بالتعليم العام في المرحلة الثانوية. أنا أقول هذا الظاهرة موجودة. ووصلت لدرجة في مرحلة من المراحل أن كان الطالب يعتبرها حق مكتسب. أنت مو من حقك أنك أنت تعارضه أو أنك أنت تمنعه. ممكن أن وهذه صارت حالات في بعض الأحيان مصاحبة للامتحانات. يمكن بعد كم يوم الثانوية العامة راح نسمع مدرس تعرض للاعتداء، سيارته مهلة مصاحبة هذا الشيء. قبل كم يوم سمعنا ان طلبة اعتدوا على منزل رئيس الكنترول في احدى المدارس وبادوا مصور يعني الذهب مال زوجته وقالوا له وكانوا يساومونه في هذا. لكن انا اقول هذه المسؤوليه ما تقع على التعليم العام، هي قضيه يعني هي قضيه مجتمع مو قضيه تعليم عام وتعليم عام. هذا قضيه. الجانب الاخر انا اقول ان اللي يتحمل المسؤوليه بشكل كبير ايضا احنا. لما أقول إحنا كتعليم عام، إحنا كتعليم عالي، إحنا كآباء، أنا أقول هذا جزء من تربية الإنسان. الإنسان يتربى صح وتعلم صح في بيته ما يسوي هذا العمل. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا القوانين في التعليم العام قوانين صارمة ورادعة وأحسن ما يمكن، لكن أيضا أحيانا إحنا نقصر في تطبيق هذا القانون. وأنا أذكر من خلال ممارستي وتجربتي في هذا الميدان لما طبقنا القانون بشكل صحيح قدرنا نوصل الى مرحله ما نقول نقض بشكل نهائي، طبعا شيء صعب، لكن نزيد منها بنسبه كبيره جدا. بس هل عفوا انا قاطعك ما يخالف عشان الايضاح، هل العقاب هو الحل؟ جزء من الحل، لكن انا قلت في كلامي ايضا احنا كبيت وكتربيه أن الجسم الإنسان لما ينشأ في بيته ويتعلم أن هذا غلط ما يسوي الغلط. إحنا مشكلتنا الآن يعني وهذا ظاهر قاعد نعاني منها في التعليم العام أو بشكل عام، أن الحقيقة يعني قاعدين نشوف أن البيت قاعد يضعف للأسف. ما أيضا ما أقول بارك عشان لا أكثر المجتمع. أنت قلت المجتمع كله بما في البيت. نسأل الدكتور عدنان. دكتور عدنان بس أبي أعرف أنه هل قضية ما يعيش فيها الطالب في المناخ الآن كله هو يساهم ويساعد نفسيا على أن الطالب يتمرد بكل القيم؟ هل اسمع رأي الدين قريبا في هالموضوع؟ موضوع مدرسة الإدارة وهذا اجتماعية سواء في الناحية المالية أو المالية أو الناحية السياسية أو الناحية التربوية في كل مجال. لما نيجي نفس السلوك الإنسان ليس غش عموما أو يصير الإنسان غش للوصول لهدف. أنا بوصل لهدف معين، نعم، الطالب أبي آخذ إيه؟ عندي هدف،
فكيف أصل الحين؟ وجميع الوسائل تبرر لي أو تبرر المسألة هذه. كثير الطلبة أو الطلبة الكثير الطلبة اللي يغشون لديه مدى لدي علامة معينة لدرجة معينة. هذه أحد التسير السلوكية. التسير السلوكي الثاني اللي هو الكورونا. أنا بيجي على الفيز وأنا أخذ له رفقاء طبعا المراهقين الثانوية أو الشباب اللي بالجامعة رفيقة تبدو مساعدة على الولاية وين الشغلة؟ وين الزملاء؟ وين الصداقة؟ فأنا أشعر بحراس كزميل إني ما أسمح لزميلي يغش مني أو أنا أغشش. لأن أنا قاعدة تسامي أن أنا يوجد يقول لك أغششني معناها أنا أعلم المستوى يعني أنا شخصية مرغوبة المتطلبات القلق تلعب دور هام في حياة الطالب. أنا قلقان فإذا قلقت تنفصل باتجاهين أما أن ذهني مضطرب فما أستطيع أفكر تفكير صحيح فبالتالي أجد أي جواب على يمين على اليسار لأن خلاص فقدت الثقة في عقلي أو أن عندي ثقة أن الشخص اللي يمي أفضل مني مستوى بالتالي جواب أفضل في تفسيرات نعم أشكر دكتور وليد قبل ما أسألك مباشرة عندي سؤالين في عن هذا الموضوع. الأول هل مباح أو يجوز أن المادة الإنجليزي والحساب اللي مهي من المواد في السوق علوم الدين بشكل عام أو ما يختلف من ذلك من حتى المحكمة من التراث التعليم مباح يجوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد. بالنسبة لما نتحدث عنه الآن من ظاهرة الغش في الحقيقة يعني الغش موجود في كل زمان ولم يثنوا المجتمع من ظواهر سلبية توجد فيه وهي توجد في أفراد لا في الغالب منها حتى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من أناس وقعوا في الغش. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يبيع وكان يعني عنده قمح أو شعير أو ذر واضح في الطبقة العليا منه يعني نوع جاف وطي وتحته مبلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في هذا المكان فقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه. فالغش يعني حتى يكون مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم منه. وهذا طبعا نتيجة ضعف الإنسان يعتريه ضعف أحيانا ضعف الإيمان حب في المال طمع يعني سرعة الوصول إلى الهدف الذي يريد أن يحققه فبالتالي يلجأ إلى أي وسيلة ولو كانت غير شرعية. ومن المعلوم شرعا أيضا أن الوسائل لها أحكام ومقاصد. الله تبارك وتعالى شرع وسائل وأسباب لكنها شرعية فما كان سببا شرعيا يجب الأخذ به وما لم يكن سببا شرعيا أي أن الله تبارك وتعالى ما جعله سببا شرعيا ولا وسيلة شرعية يعني ولا وسيلة شرعية لتحقيق هذا الهدف والمقصود فلا يجوز لأحد كائن من كان أن يأخذ به. لذلك إجابة على هذا السؤال حتى لو كانت المادة لغة إنجليزية أو رياضيات أو فيزياء أو كيمياء المبدأ واحد والقاعدة واحدة والشرع لا يعني فيه يعني ليس فيه تغير وتقلب بين مادة وأخرى وإنما الحكم واحد فما ينجر على مادة اللغة الإنجليزية ينجر على مادة اللغة الإسلامية أو يعني المواد الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق القول قال من غشنا فليس منا والغش في كل مكان. دكتور في مجموعة من الطلبة في أمريكا يحضرون حتى بعضهم دكتور هؤلاء الطلبة سألناهم سؤال يجمعون بحوث من زملائهم في كل مكان وتصنف والطالب المحتاج إلى البحث تفضل فبنهم لا يجوز خصوصا أنتم لا يجوز لا يجوز في بيئة الكفرة والنصارى رد عليهم الحمد لله يعني القائد واحد دين الله تبارك وتعالى صالح لكل مكان وزمان فيصلح لأهل الكويت ويصلح لأهل أمريكا ويصلح لأهل أوروبا بل للعالم أجمع فالحكم واحد والحمد لله لا يتعدى بل إن الحق واحد. الله تبارك وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على جميع الأديان فدين الله تبارك وتعالى واحد والحق عنده واحد لا يتعدد ويجب الأخذ به. وبالنسبة لهذا الظاهر أيضا يقول
أن ضعف الوازع الديني عند الإنسان هو الذي يجعله يقدم على مثل هذا الفعل. أنا أعتبر ظاهرة الغش يعني خاصة في أمور التعليم أعتبرها سرقة علمية. هذه تعتبر سرقة علمية أن الإنسان يقدم على أخذ شيء هو ليس حقا له. وبالتالي إذا ضبط مثل هذا الإنسان فيجب أن نتخذ ضده كافة يعني الأمور وكافة يعني الوسائل التي يعني تقف ضد هذا أقول ضد هذه الظاهرة. فنطبق عليه اللوائح بحزم ومع عدم تعاطف. بعض الناس يقول يكفي أن يرسل في هذه المادة. أنا من رأيي وبالنسبة للحالات التي ظهرت عندي دائما أن الطالب إذا ضبط في 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 حالة غش أو حتى الشروع في الغش والآن ما يعني ما بدأ فإنما لو 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 شرع فيه بداية فإنه يحرم من جميع الاختبارات ويعتبر راسب في جميع الاختبارات أي أنه يعني مفصول في الفصل الدراسي بأكمله حتى يرتدع الآخرين ويعلم داخل الكلية. لكن أتحرج عن ذكر اسمه هذا من باب يعني التخفيف على هذا الإنسان وإلا فإن الأصل الشرعي أن يباع حتى اسم هذا الإنسان داخل الكلية حتى يرتدع هو وغيره ولا يفكر مرة أخرى أبدا في أن يقدم على مثل هذا الفعل. أشكرك جدا. الآن لو سمحتوا نحن ننتقل إلى نسمع من الشباب والشابات طلبة والطالبات. فلنبدأ لو سمحتوا قبل لا ترفع يدك تحاول تكون الميكروفون بيدك. تفضل لو سمحتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى بداية أن حضرتك ما تأخذ الكلام اللي بقوله على أساس أن أنا قاعد أحاول ألتمس العذر للغش أو ما من هذا. خذي راحتك قولي اللي تكمل. ما راح أدعي المثالي. أنا عارفة أن إحنا كطلبة مسؤولين يعني إحنا المسؤول الأول عن تفعيل فكرة الغش، لكن إحنا مو مسؤول وحيد، في مسؤول ثاني، في مسؤول ثالث، في مسؤول رابع. من هو الأول والثاني والثالث والرابع؟ السابع. إحنا قاعد نتخرج من مقررات وأنا يعني تحديد نظام القرارات. عندنا قصور بلاغي رهيب، عندنا لغويا حصيلتنا صفر. فالطلبة اللي توجهوا مثلا هندسة لقوا إن معظم المعلومات اللي خذوها في اللغة الإنجليزية مو مفيدة، يعني إن المادة سهلة لكن قاعد تقدم بلغة مغايرة للغة اللي خذوها في الثانوية، يعني قاعد يبذلون طاقتين، طاقة ترجمة وطاقة حل. هذه مشكلة. إحنا اللي دخلنا أدبي لقينا إن أحبطنا بمستوى العربي اللي كنا قاعد ناخذه في مقررات. اكتشفنا إن إحنا كل الأشياء اللي خذيناها بالثانوية ما أعدتنا عشان نكون طلبة كبر. يعني الجامعة قاعد تشهد تسرب كفاءات بسبب إن إحنا حصيلتنا بالثانوية مو الحصيلة اللي تمكننا إن نكون طلبة متميزين بالجامعات. وش هيك هذا الجيل؟ تفضل يا سامي. حضرتك نقطة زيادة. ليش طالبين جامعة؟ نعم. ليش حتى دكتور مرات يساعد في بعض الدكاترة؟ لكن هو واخذ دا النقطة هذه واخذ هذا الغش ممكن حضرتك تفضل. أنا عندي إن الطالب نفسه ما قاعد يقدم هو ليش يدرس؟ أنت كأي طالب أنت اللي يسألك أنت ليش تدرس؟ تخرج تبي تصير؟ بس تاخذ امتياز وتفوق وامتياز مع مرتبة شرف وتسلم على الأمير وخلاص؟ يعني ما عنده بعد الله. زي مثلا أنا بدخل لغة، ليش بدخل لغة؟ مثلا أدب أي كان أدب عربي إنجليزي فرنسي، ليش بدخلها؟ بس أنا والله أتفلسف أنا والله أنا خريجة إنجليزي ومعي لغة بس. يعني ما عندهم بعد نظر، ما عندهم تقدير وأهمية للعلم. إضافة اللي قالت أنهم يطلعون الثانوية أساسا ناقصين. نعم. يعني حتى المدرسين اللي يدرسون بالثانوية أساسا يعني تأهيلهم ناقص إنه هو يكون مدرس أو معلم. فيطلع الطالب. نعم. أشكرك جدا. تفضل. قلنا لك ميكروفون كفى عليك. جرة دورة. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لي أنا كطالب جامعة أنا مختلف مع إخواننا. تفضل قول وجهة نظرك. مسألة الخط. المسألة أنا القرآن 15 سنة أنا عمري 15 سنة 15 سنة قاعد أدرس سميها في مرافق كلية التربية. طوال هذه السنين أنا اللي قاعد أسمعه عقاب من الغش، اللي قاعد أسمعه غش تنتصر غش بجحتك برا. هذا هو شنو أنت خلال 15 سنة زرعت فيني هذا؟ مثل ما قال شنو الوازع الداخلي؟ مسألة إيه مسألة عقاب؟ المسألة هي مسألة إن طالب الجامعة أنت قاعد تقول أنا ما قاعد أشوف غش لا في غش والحالات اللي قاعد تربطها مو مقياس أبدا. حالات الغش إحنا أعلم فيها ما قاعد أقول كلام صراحة.
فعلا في سبب ان طالب الثانويه غير مؤهل علميا ان يستقبل. واجهناها في اول سنين الجامعه اول سنه بالجامعه واجهناها ان حصيلتنا العلميه احنا غير مؤهلين ان نستقبل هالكم من المعلومات هالنوع المغاير من الثقافه. انا مو بدوري اني احكم هل استاذ استاذ الثانويه تنطق لان انا مو بالمحل او مو مالي بالمكان اللي انا اقدر احكم على استاذ الثانويه. يعني هل هذا مبرر انتقش؟ هذا مو مبرر. احنا هذا غلط، احنا ما نعالج مفهوم. احنا نريد نعالج عقل قدراتك اجتهادك. نعالج اجتهادي؟ كيف؟ مو الحين كيف؟ انا عني نفسيا انا ما غش، لكن تدري ليش ما غش؟ لان انا ما اعرف اغش، والله لو اعرف اغش اغش. صراحه لا 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 زين والله لو اعرف اغش اغش. وش اللي خلاك ما تغش؟ شو الدافع؟ مو ما في دافع. بس ما في دافع. تعلمت انك ما تغش. لا لا ما اعرف. في ناس ما شاء الله مهارات لهم مقدور في عندنا مهارات واشياء. اي تفضل يا سلام. اليوم صارت قصه يعني انا في واحد من عيالي قسم متوسط ثاني متوسط فصارت يعني بالصدفه اليوم يقول يبا احنا قعدنا اخر اثنين والمدرس يبي يطلع وقاعد وياك الحر يبي يمشي واحنا لازقين لان احنا عارفين اخر ورقه نحلها كان عندهم تغدى امتحان لغه انجليزيه متوسط ثاني متوسط ففي الاخر قال اخر ورقه نحن عارفين كلها نقول المدرس يقول انا ما عرفت انجليزي في الاخر قال غشوا من بعض وخلصوا لي خلوني امشي. شوف هذا من البدايه كلهم اطفال احنا بالجامعه السنه اللي طافت واحد اثنين ثلاثه كنا عند دكتور بالجامعه نقول له احنا ما احنا فاهمين الماده يقول روح برا من المكاتب الهندسيه اللي برا وخل يحلوا لك الاسئله يدبسها بدباسه ويدخلها داخل في الامتحان ما راح اغير لك الامتحان راح يجيك الامتحان نفس الاسئله اللي موجوده في ايدك بس انت حلها برا ادفع فلوس وحلها ولما تجي السؤال موجود عندك في الامتحان دبسها لي اللي حلها لك المكتب الهندسي اللي برا دبسها لي بالامتحان وسلم لي اياها وراح تاخذ اي وتمشي واسئله تعجيزيه ما حد يقدر يحلها لا مهندس ولا دكتور ثاني. خلنا نسمع وجهه اثنين ثلاثه من الطلبه ثم نرجع للتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا استغرب طارق ان الاستاذ عندنا في التربيه وجه التهمه على البيت بل ايضا دكتور في الجامعه وجه التهمه على البيت. نعم. احنا اتصور كل الطلبه تربوا التربيه الحسنه وتعودوا في السلوك الطيب فانا اجد ادش الجامعه او ادش تطبيقي واجد ان هناك وسائل للغش. انا اقول لك ما غشنا لكن تجيني نوع من الانفعال فعلا في اليوم كلكم ما غشيتوا ما شاء الله كل واحد يقول انا ما غشيت. تفضل عطني الاساليب قول شو الاسئله. انا اقول لك انا وصل الان لحل مشكله فاجد صديقي يغش تصور وصل متفوق فانا انظر بنظره اجتماعيه مخضره واقول هذا ما يستحق لكن وصل حصى على الموصل فبالتالي اخرين يغشون فمن امن العقوبه ساعده. المشكله الثانيه المؤسسات التعليميه عندنا ضعيفه في الرقابه من التعليم العالي من الجامعه من الثانويه بصفه عامه احنا عندنا لوائح لكن تحدى اي واحد يطبق اللوائح هذه. تدري ليش يطالب؟ هذه محسوبيه هذه عن فلان هذا واسطه هذا كذا. انا اتمنى انه يطبق كلام الدكتور اللي قال لو يغش مسكين ماده واحده نص 40% اتمنى صدقني ما اكون احد غش للاسف. شكرا. تفضل بطاقة. أول شيء يعطيك العافية على البرنامج الطيب على الفكرة الطيبة الحقيقة احنا في أمس الحاجة. أوقف عشان بس أنت إيه خلنا نشوفك عاد. أوقف احنا في أمس الحاجة أن نتناولها ونطرحها بشكل إيجابي. فكرة أنا طالب بالمحل التجاري. نعم. الصراحة فكرة القش العلة ما هي في اللائحة. اللائحة سليمة وإجراءاتها قوية لكن العلة تكمن في نوعين جانب الاجتماعي والجانب النفسي. الجانب الاجتماعي بطارق صراحة في فكرة مزروعة عند الطلبة إنه والله اللي قاعد تدرسه ما راح تجني محصولة في الفترة القادمة أو ما راح يفيدك في بعد تخرجك فيقول الطالب أنا إيش حق أتعب نفسي وإيش حق أنا والله أنا عليه جهد وإنما أجهز له برشامة صغيرة وإذا جاء الامتحان دبرنا حالنا. نعم. الشر النفسي أبو طارق يا إما يكون قصور في الاستيعاب يا إما يكون قصور من شرح أو فهم المدرس يعني ماذا يريد أو ماذا يقول. وكذلك ابو طارق الصراحه افتقاد القدوه. افتقاد القدوه عامل رئيسي يتحمل مسؤوليته البيت والمدرسه والكليه والمجتمع. نعم. تجد في البيت ما في قدوه
تحرض الطالب على 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 عدم القش أو مش اسمه ارتداء، إنما القش القش مجال مطلق مجال مفتوح، إنما ما تجد القش في البيت أو تجد القش في الأسرة أو في المجتمع، وإذا كان هناك حافز أو رادة قوي الطالب سوف يرتدى وسوف يتجاهل هذه الظاهرة وسوف يقضي عليها. شكرا. بس تفضل. أعرف بس أنا عارضك في النقطة اللي قلتها في البداية إن الطلبة لما يدخلون الجامعة تزيد ظاهرة الغش، وأنا أعتقد أن هذا شيء خطأ، لأن التهجئة الاجتماعية تلعب دور أساسي من الصغر بحيث إنه يعني يكون عند هذا الطالب وازع بحيث إنه ما يستسلم من الغش. دليل إنه يعني في طالبة قاعدة تقول لي إنه يعني كانت هي متخرجة من الثانوية في معدل 4 نقاط. لما دخلت الجامعة وتفاجأت في صعوبة المناهج وصعوبة المواد، هذه الطالبة تقول الحين أنا بغش أبي أغش بس ما أقدر. مثل الأخ اللي تفضل توا اللي يقول إنه ودي أغش بس ما يقدر. هذا توقع إنه يعني الجامعة ما لها دخل في إنه تزيد هذه الظاهرة أو لا. يعني هذه الظاهرة توقع إنه يعني الدكتور يلعب دور مكم أو الأستاذ سواء المربي سواء كان دكتور أو أستاذ يلعب دور أساسي في إنه يمنع هذه الظاهرة. فهو يلعب دور مكمل للتنشئة الاجتماعية وللبيئة، بحيث إنه هو يخلي يخلق نوع من الوازع هذا عند الطالب. فمن أول لقاء بين الدكتور وبين الأستاذ وبين الطالب، لما يعني خلاص يعني حدد له إنه وأنا غش عندي شيء ممنوع، يقول عن عقوبات الغش مثل ما قال أثنى من أساء من أمن العقوبة أساء الأدب، فهذا توقع إنه يكون له دور يعني جدا كبير في منع هذا الظاهر. خذي زميلتك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أتكلم عن دور المعلم. المعلم أو سواء كان دكتور أو مدرس في الثانوية، هو بإيده إنه يخلي طالب يغش أو ما يغش على حسب شخصية المعلم. الدليل إن في طالبة بالابتدائي هالسالفة أنا سمعتها أمس، يعني كانت ابتدائي أول مرة تدري إنه في شيء اسمه غش. شلون درت؟ بالامتحانيتها المدرسة وغششتها، راحت حق أمها ثاني يوم قالت لها يمه أبغى غششتني يا ويلها من الله. يعني شوف شلون هذا صار قدوة قدامها. البنت هذه وهي صغيرة من اللي علمها الغش؟ مدرستها قدوتها اللي قدامها. راح تكبر راح يكبر شيء هذا معاها. لو ان المدرسة علمتها ان الشيء هذا غلط كان توقع ما كلام سليم. قبل ما نعلق تعليقات من الاساتذة الفاضل انا اخر تفضل الطالب وجو انت الله تفضل. انا ممكن ارد بداية على الاصل اللي يقول ان البيت مو منشأ مسألة الغش. لما نجي على مسألة الغشين مو بس انا اغش الامتحان، انا ممكن في أبهات يشترون الامتحانات، أبهات يشترون بحوث، يشترون أشياء أخرى عشان يساعدون عيالهم. إذا البيت هو مو نسبة قليلة تذكر، ليش ما تذكر؟ لا تذكر مي واي إذا كنت تذكر. نعم ماشي، بس لما الولد ينشأ في بيت الأهل يعودون أن الغش مو واجب، الغش أمر مو مفروض يكون موجود بيننا، أن الغش مو زين، أن راح ينشأ بعدين لما يروح حق الجامعة أو يروح حق الثانوية راح يجد صعوبة في إنه يغش. نعم أشكرك. تفضل. العفو. بالنسبة حق موضوع الغش، وإحنا داشين الحين على وقت الفاينل وقاعد تحكي عن الغش. إذا الفاينل على 50 درجة، في 50 درجة قبلها الطالب حصل عليها خلال السنة. نعم. قد يكون الريبورت أو التقرير أو البحث أو أي عمل ثاني اللي الدكتور ما يطلع عليه قد يكون حصل عليه عن طريق الغش. نعم. إذا هو حصل عن الهومورك عن طريق الغش، معناته هذا انه راح ينتج ضعيف في مستوى الدراسي، ينتج انه راح يكون ضعيف في الامتحان، راح يسبب له هذا انه يشلو مثلا ينتبه مني او مني يحاول يغش. فليش ما تكون العقوبه فقط على اللي غش بالفاينل؟ ليش ما يكون في مثلا التقارير سوالف الهومورك او غيرها من المواضيع المهمه اللي الطالب تكون يعني سبب له في 50 درجه في البدايه؟ نعم يكون فيها عقوبة ويكون فيها أبو طارق كان يتكلم عن موضوع الغش. الغش شرعا كما ذكر الدكتور حرام وقانون ممنوع، ولكن للأسف بالرغم من الشرع والقانون لن يرجع الطلبة وبعض الطلبة للأسف عن الغش. فأعتقد أن السبب هناك أكثر من محور. هو شيء المنهج كان في الابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوية، ثم المدرس، ثم المجتمع. منهج الكويت في واقع الأمر منهج قوي جدا ومتميزة جدا، ولكن للأسف الذي يقوم بتدريس بعض هذه المناهج ليس على المستوى العلمي الذي يؤهله أن يقوم بالتدريس. الشيء الآخر، أنا كأب وكأكاديمي عندي أولاد في المدرسة الابتدائية،
المتوسطة في السابع سنة الثانية العام القادم الثانوي. من أول سنة أمة حين لابد أن يطلع الأول داخل الكياس أبو دكتور أبو كذا لابد. فالتالي هذا الطفل من أولى ابتدائي إلى رابعة ثانوي حين عليه إلى أن يتفوق في الدراسة، وهذا غير ممكن. الشيء الأول، الشيء الثاني لا يمكن كل حين يصير التوقيت. هل احنا نشاهد او نعرف ان بس تخرجون الثانويه طلبه الثانويه نجد انه في محافل ينتقلوا الطلبه هؤلاء من موقع الى اخر تكريم وجوائز وهدايا ومؤسسات وبجرايد وهذا الشغله هذه، هل احنا نحتاج الى هذا الطالب المتفوق عشان يظهر بهالصوره هذا وانه الاخرين لا؟ لا الحقيقه يعني تكون ظاهره ايجابيه احنا استغلينا اكثر من لازم، يعني كل طالب التصوير مثلا الثانوي نشوف صور الجوائز الايام هذه الطالب الفلاني صورته كذا والطالب حط لي صوره بالجوائز، طبعا هذا اكثر من لازم حتى بالثانويه بالراديو يصير معهم مقابلات بالتلفزيون، يعني لا بأس. انا حبيت اسمع الراي هذا بس تفضل كلمة. هذا شيء بغيت اتكلم يعني اذكر شيء اخر بالنسبه للطلبه، يعني للغز الطالب لما ياتي الجامعه كما ذكروا الاخوه الطلبه والطالبات حقيقه ليس مؤهل إن يقبل، بالرغم أن بعضهم خاص على أربع نقاط أو أقل شوية ثلاثة شوية لكن غير مؤهل. يعني أتذكر أيضا أن بعض الطلبة يكون هم عند أربع نقاط كلية الطب تلقى يحول آداب يحول سريع أو يحول تجارة أو يحول ليش؟ هذا معناه أنه ليس مؤهل، وصل بطريقة غير صحيحة. لو قارنا يعني أيضا درجات الطلبة يعني قبل الغزو وبعد الغزو تجد بأن كثير من الطلبة الآن على لائحة الصرف. نعم. كيف وصل لائحة الصرف؟ أول من حالة تلقى 5-6-10 أقصى حد معلقين، الحين شوف يمكن 50-60 واحد، ليش؟ لأن هذا الطالب تعلم من الابتدائي من المتوسط من بتشجيع من الأهل بتشجيع بعض الأسف من بعض المدرسين أن يصل إلى ما وصل إليه الآن، ولا مو بس من الغش، نعاني مشاكل أكثر من الغش، يعني حتى الحنة حتى الواسطة حتى الدكتور تكفى، يعني تصير حرقة الطالب وتقول له هذا خطأ، يقول له لا أنا كانت كلمة هني، مو صحيح هذا تطلع يغيرك على كلمة أنا، يغيرك على كلام تكتبيه صفحة كاملة أو الصفحة اللي تكتب جاوب على السؤال، لكن للأسف بعض الطلبة يضغط بالصورة أو بالأخرى إلى أن يحصل على درجة لا يستحق هذا التكتب. أشكرك، تفضل دكتور. يعني الطرح اللي تقول الأخوة الأخوات يعني كأنها موضوع الغش كأنها حالة إدمان يعني أدكشن، كان يعني تربى على الغش وأنه مضطر الآن يعني بالتالي تعود على أنه يغش، هذا ليس صحيح. يعني صار الآن حوالي 4 أو 5 سنوات درس في جامعة الكويت، حالات الغش اللي مسكتها قليلة جدا، وفي كثير من الأحيان يعني الطالب أو سبب الغش المباشر ليس مستعدا للامتحان، وخصوصا من الطالب طبعا في يعني عدم استعداد للامتحان يعني لسبب أو لآخر. الملاحظة وهذا قد تثير يعني بعض الأمور أن الملاحظة أن الحالات التي ضبطها كانت طلبة وليس يعني طالبات. في كثير الأحيان يعني كثير من الشباب الأخوات الموجودين يعني طلاب وطالباتي في كثير الأحيان فعلا الطالبات مستعدات أكثر من الطلاب في المادة العلمية، لا تعني أنها يعني صحيحة في جميع الحالات، لكن يعني لا يعني الملاحظ فعلا من حالات الغش في كثير الأحيان من الطلاب وليس من الطالبات. النقطة فيما يتعلق بموضوع العقاب، العقاب بحد ذاته يعني نحن الآن نتكلم أن الطالب كان غش في الابتدائي في المتوسط وفي الثانوي الآن يعني الجامعة. إذا الآن طالب مستجد واكتشفت أن هذا الطالب قاعد يغش، فلا أروح أفصل الطالب من كل المواد وأعاقب يعني وأحرمه حرمان فصل أو فصلين، ما أعتقد أني يعني ساهمت في حل هذه المشكلة. أعتقد أنه يكفي يعني هذه وجهة نظري أنه يعني يسقط في هذه المادة اللي الغش فيها. يعني أشكرك. تخوف أن عندما هذا الموضوع يعني تداوله دائما المشاهد يعتبر ان هذه الظاهره يعني في كل مكان ومنتشره والجميع مخطئ البيت والمجتمع وكذا. تفرجني الاحصائيه الموجوده في الجريده حاجه ما صار يوكل على الجريده اليوم مضبوط هذا يقول 72% من الطلبه نعم غشاشون، وكم من الطالبات يعني هذه اجتهادات، انا اكلمك عن حقائق صلبه، اكلمك عن حقائق لا اكلمك عن انطباعات. نعم أنا كلمت في كليتي 2500 طالب وطالبة. نعم. عندنا حوالي 50% من اللي يدخلون الكلية، 50% اللي يدخلون الكلية ما يتخرجون. فيهم متفوقين ما يقدرون يكملون. نعم. 5 سنين. 48 مقرر. 48 دكتور مختلف. نعم. اللي بيغش يمكن مادة مادتين.
لكن مستحيل يطلع ينتهي بطريقة الغش. يعني بعض الأخوان هنا ذكروا مسألة أن يعني الغش هذا انتضبط عدد قليل. نعم هذه إحصائية معروفة لتضبطها 1 من 10، ولتكن هذا 1 من 10 عندما يطبق عليه القانون وتطبق عليه الواقع وطبقت. وزميل الدكتور وليد يعني الفصل الماضي بعد لنا 2 من طلبة الهندسة غاشين عنهم كلية الشريعة وطبقنا عليهم ما فيها روح تعالى. يعني أنا باعتقادي هو لمصلحة الطالب عندما يطبق عليه، ويكون معلوم يعني للجميع سواء أن طالب أو أستاذ أو ولي أمر أن العقاب ترى عقاب شديد الموجود في الجامعة. يعني تعرف شنو يعني عندما توسل في جميع المواد هو يدرس 4 أشهر بآخر الفصل تعتبره راسب في 6 مواد 5 مواد. هذا الرسوب مو فقط العقاب فيها أن رسب فيها أن لازم يعيدها، لا العقاب أكبر من هذا. العقاب هو طيها في جليب اسمه إنذارات. دكتور أنت تحكي عن مثاليات، الواقع أبداً الواقع مو شيء. أعطيك أرقام، أنا عندي لستة أسامي واتصلنا بطريقة خبيثة بسبع مكاتب يعلنون في جرائد بالطباعة والترجمة وعندنا بحوث. ورتبت أنا بسهولة أي مادة أبيها، وأنتم تعرفون تأسفي. أولاً اللي نعرفه نطبق عليه. الشيء الثاني، الوسائل كلها فيها تفنن من الطلبة تفوقوا على الأستاذ. نعم واثق. ولذلك الأذكياء للشباب أنا كلمة عن كلية الهندسة مثلا، كثير من الدكاترة يقولون الطالب يجيب معك ورقة ورقتين تبيهم تبيه أنت وتسلم الامتحان قلم، لأنه يعتمد على الفهم ما يعتمد على النقل. قلم أنا أفهمه بالثانوية. أقول لكم ساعدوني شو الوسائل، ترى وناس الوسائل شغلة عجيبة هذا الأسبوع على قلم البيت هذا الشباب. ها اي شوف يعرفون الدكتور في شنو بعد شباب ها تفضل. يعني ابداع، لو هذا الابداع لو هذه القدره بالجهد شويه جهد شويه شغل شويه اجتهاد خطاسه هذا الشيء شالك شويه. ابو طارق انا اقول الحقيقه يعني ما فيها جدال ان اللي يغش عشان ينجح ويتخرج من الجامعه وتقول لي بتفوق، انا اتحدى اي واحد ان احد ينجح بتفوق عن نتيجه يعني عن طريق الغش. اتحدى اي واحد. المتفوقين احنا نشوفهم بالعشرات حقيقه. نعم. وهم مالين يعني هذه الدرجه ومالين هذه المنصب والرتبه. شكرا لك. تفضل تفضل. الحقيقه انا اشوف يعني كل النقاش انحصر في صوره واحده من صور الغش. تفضل. اللي هي صورة اللي هو داخل قاعة الامتحان في صور عديدة من القش. ما هي؟ اليوم مثل ما تخبرت بطارق في مكاتب قاعد تطبع بحوث وتبيعها للطلاب الأكثر قبل فترة وزارة التجارة داهمت مجموعة من المكاتب أغلقت. وأنا كنت أتمنى أن هذا الإجراء ما يكون الفكرة محددة، يكون يعني إجراء مستمر وصارم ضد مثل هذه المكاتب اللي تقوم بهذا العمل. هذه صورة. نظامنا التعليمي مسؤول عن جزء من هذا من هذه الظاهرة. نعم. احنا اليوم وهذا موجود كل الاعضاء عندنا عيال في المدارس ناهيك عن ان احنا ايضا نمارس هذا العمل في الميدان. في عندنا اليوم احنا الولد يبي يروح يقول للمدرس والله يسوي مثلا وسيله معينه يروح الالقاب ويسوي هذه الوسيله بفلوس. طبعا هذه صوره مشروعه يعترض عليها. يروح هذا الاب وهذا المسكين يراقب في المكاتب يراقب كل مكان عشان يسوي وسيله ب 10 و15 دينار وب 20 دينار احيانا واكثر يقوم يقدمها يكتب عليها اسم الولد يزينها كذي ويزين كذلك اسم المدرسه يوجد المدرس على الوسيلة هذه يوديها حق المدرس ويعطي 5 درجات. هذه صورة من صور القس، لأن هذه الوسيلة ما سواها الولد بيده، ما سواها الولد بيده وتعب عليها. فإذا هذه صورة أخرى من صور القس. في كلية الدراسات التجارية فإذا دعاني واحد في كلية الدراسات التجارية حوالي معكم موجود مكتوبة على الجدران الأجنبية في الفصل صورتها انا بس ما تدعي حطها بس تدرون كل ما يبدو
لا أستاذ يحتج، وعندنا أخوة مهنود وعلى الرحلة أجوبة كاملة. إحنا ما نحكي عن نشاط حتى يعني بالسكيت والسب والبنية على بوزتها ولا قميصها ولا سؤال، إحنا نحكي عن تدخل فصل أنا ذهلت الامتحان كله جدًا. هذا أوضاع. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة يعني أنا أؤكد ما ذكر زميل الدكتور حسن السمع مثل الهندسة، لأن وإن كان في ظاهرة الغش موجودة إلا أن في الحقيقة هي في أفراد وليست في غالب الطلبة، وأنا أؤكد ذلك. وأنا كعميل وسائل شؤون طلابي في كلية الشريعة الآن هذه السنة الرابعة، في الحقيقة عندنا حالات تضبط وتقريبا كلها من خارج كلية الشريعة والحمد لله، فهي نسبة قليلة جدا يعني أربعة أو خمسة. الحين برأت بعد أقول يعني إذا يعني في 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 مثل الحالة ضغط كان طارد بس لكنه كان مستجد توجه من الثانوية ولعله عنده مثل هالرواسب يعني إن ضبطت حالات في الشريعة فهو لطالب توجه من الثانوية أو إن ما كانت رغبته الأولى ميت الشريعة يعني هو يبي يحول أصلا. فأقول أنا وأؤكد إن هاي ظاهرة يعني قليلة نسبتها جدا بالنسبة للعدد الكبير في داخل الجامعة. ثانياً يعني بالنسبة لما ذكر الأخ أن يكفي لمن ضبط في حالة غش أن ترسل في المطالب، أنا أؤكد ذلك وأنا قلت أن يعني الغش يعتبر سرقة علمية. الآن لو قلنا سرقة حسية لو إنسان سرق مال عام أو مال لشخص معين ثم ضبط بعد ذلك ورفع أمره إلى القضاء ووصل إلى الحاكم حتى يحكم على هذا الإنسان بقطع يد كما هو حكم الشرع الواضح يعني في كتابه، فلو سألت هذا السائل هذا الذي يعني الآن حكم عليه أو قبل أن يحكم عليه الآن أنت سرقت هذا يعني هذا المال هو حق ليس لك والحكم الشرعي هو كذا أن يفعل بك، فلو قال يا جماعة أنا آخر مرة سامحوني خلص والله بعد ما أعود لها ولا أسرق ولا أضع يدي على حق غيري، فهل أنت سامح في مثل هذا الإنسان يقول خلص والله إحنا الآن سامحناك ولا نقطع اليد ولا نفعل بك مثل هذا يعني مثل هذا الحد؟ القضية قضية يعني يا إخوان هو حق عام وليس حق خاص للجميع. أنت لما تغش كأنك غشيت كل الطلبة كل الدكاترة، إيش ذنب الطالب الجيد الممتاز المتميز اللي أتعب وقته وجهده وذهنه طول الليل هو يدرس إلى الصباح لعله ويأتي ثم يأتي ذاك اللي عنده باردة مرضة جايب له برشام ولا جايب له مذكرة دفتره داخل الفصل أو عن طريق تليفون نقالي قاعد يغش، يعني إيش ذنب ذاك الطالب أقول المتميز؟ لا شك أن هذا ينافي العدالة ومن الظلم بمكان أن نسوي بين هذا وهذا، بين الذي يدرس ويجتهد ويتميز مع ذاك الذي ينام الليل كله أو يتسكع بالشوارع وما عنده اللي يروح يعمل له كم برشامة أو كم مذكرة أو يستخدم أسلوب آخر من أساليب الغش المبتكرة والمتطورة في سبيل أنه يحقق مقصوده. لا شك أقول من الظلم التسوية بين هذا وهذا. أقول لك سالفة، أنا ما أدري ليش تستحيني على السؤال. في أمريكا بعد التحرير مباشرة مجموعة من الفتيات الكويتيات حضرون الدكتور طب كانوا موجودين في الداخلي ما عجبهم الحال، لا يمكن يكونون في الداخلي في قريب من عندهم شباب وبالتالي عليهم ضرورة فندق، شالتهم السفر غالي جدا ودفعوا مبالغ كبيرة عشان راحت بناتهم. بعد فترة قصيرة اتصلوا بوليس هذه المدينة في السفارة الكويتية، تعالوا بنات بعض هؤلاء البنات موجودين عندنا بالمخبر مرغوب عليهم، راحوا يحسوا باعتزاز وافتخار لم يرتكبوا شيء ودارة محاكمة، وأحدهم من كثر ما هي محتزنة اللي سويتها غلط مو غلط وقفت يعني هي أول مرة احنا نبوك كل ما ندخل محل ونعرف صاحب أمريكي نبوه، قالوا لهم ليش؟ قالوا عشان نضعف اقتصاد أمريكا. هذه حقيقة ترى على فكرة ومدونة. فأشكرك إنك جبت حتى السرقة ليس لها مبرر مطلقا مهما كان، أشكرك. تفضل. أنا بس حبيت أتكلم عن بعض المدارس عشان ما أكون كعموم. الطارق يعني حاليا في مدارس موجودة يعني تلقى حقيقة صارت وكيل مدرسة تصرح حق المدرس يسأل يقول أنت وضعت امتحان حق أي مرحلة، ذكر المرحلة المجيدة
قال أنا بيك أنت تعطي تقوية حق الطلبة هذول وبشكل أو بآخر يعني حبي صرح له أنه عطي أو سهل حق الطلبة هذه أو عطيهم بعض الأسئلة حاليا كانت الامتحانات لكن تعالوا ثانوية ولا متوسطة كل امتحان موجود قبل الامتحان تلقى قبله في حصة تقوية ماشي شيء واقعي نجد الطلبة يروحون حق حصة تقوية يرجعون ما يدرسون يعني قاعد يحزون الطالب إن عدم دراسة أو يحزون الطالب إنه يدشن يروح حصة تقوية يجي معاه صفحة فلسكاب أو صفحة ونص ماشي يا إني يدرسها أو إنه يدرس ويحفظها ويروح ثاني يوم يقول نفس أسئلة الامتحان هذا تحفيز من دار المدرسة نفسها على الطلبة إنه والله يا طلبة يعني ما في يعني إذا الطالب قاعد يروح حق المدرسة ويجد إنه مدرسين قاعد يعطون أسئلة طول السنة ليش يدرس يعني شنو السبب طيب هذا سبب يعني رئيسي الآن لو تكرمتم باقي بسيط جدا من البرنامج نتحدث عن العلاج أرجوكم ما نبي الحين عرفنا أن هناك غش قليل كثير هذا نختلف يمكن عليه في بعضنا نحتاج الآن أن ننصح الجميع أن نتحدث وأنتم ترى اللي يسمعون لكم أكثر من عندنا الكبار المشيات يحب هذا أرجو تفضل العلاج دائما العلاج ما يكون من فوق الهرم ولكن يكون في يكون في البنية التحتية في نعدل المناهج مشكلة المشكلة يعني اللي الآن لحد الآن في المارس يعني من السبب الرئيسي فيها إن المجتمع مشترك فيها فنحن المفروض نبدأ من تحت خلاص اللي صار والخطأ ما دام إحنا درسات جاي نروح نصبغ الطرف خلاص يعني نبدأ في وضع حل عملي لها نبدأ غير مناهج يعني ما زالت مناهج لحد الآن أنا أكل وأنا أشرب قاعد يوصل للمتوسط ما يدلاي المناهج يختصر المناهج بعدين انت قاعد تتعب تجيب مدرس من برا وتعطيه راتب بدال لا تجيب يعني عفوا طبعا ممكن بعض المدرسين بدال لا تجيب مدرس يعني نفس رأيه في الدروس الخصوصيه نفس رأيه في امور ثانيه حاول انك تتعب على مدرس تجيبه او كذلك يعني اسمحوا لي اباء الدكاتره فيها ولكن كذلك اتعب على دكتور يوصل الماده للطالب مو اجيب دكتور بس يعني انا عشان اشتغل في المرور او يعني اخوي يشتغل في المرور اخواني ما شاء الله كل الاوائل لان ليس وهذا كله قاعد يمشي عندي مشكله يعني لكن اللي اقصده يعني ان نتعاون في قضيه ان لما نجيب كادر تدريسي يكون كادر تدريسي متمكن نعم شغله ثالثه الاهتمام في كليه التربيه لان هي اللي قاعد تخرج لنا المدرسين واكثر حالات الغش مع احترامي للاخوان في كليه التربيه وانا عضو في لجنه نظام الجامعه وقاعد نشوف نعم افضل طريقه غش كانت جتنا من كليه التربيه والدكتور وليد موجود طالبه زين تغش في التليفون وهي طالبة يعني لو طالب ممكن يتجرع على أفكار جديدة أي لكن طبعا ولا الأمر الرابع الإعلام دور الإعلام في توعية المجتمع يعني شيء طيب الآن التلفزيون بدأ يوجه عن التدخين وعن هذه كذلك يأخذ أسلوب الغش إحنا الآن يعني وقعنا في خطأ ما حسينا فيه نعم. يعني قاعد نذكر أساليب الغش أساس اللي ما يعرف يتعلم نحن نعرفه وقلم من إبرة عرفوها يعني نثقف الأستاذ والمراقب طيب شكرا نسمع وجهة نظر الداخلية الأخ بدر مدير العلاقات العامة الداخلية تفضل. الحقيقة أنا أعتبر الداخلية آخر دواء الكيم. نعم. أن ما تدخل في ما تدخل في غش الطلبة في الامتحانات ما تدخل في تصوير براشين بالاستديو ما لا شغل فيهم لأنه ما في عقوبة بدون نص وما في نص يحرم تصوير البراشين ما لا شغل فيهم لكن لو طلبت إدارة المدرسة التدخل الأمني داخل ما أقول داخل الكنترول داخل المدرسة نفسها لوضع احتياطات أمنية للاعتداءات اللي تصير في بعض الامتحانات مو شرط السنوات النهائية تصير حتى من خلال الموسم الدراسي. أنا ما سمعت أن المكتب تسكر بسبب عمل أبحاث ما سمعت استديو تسكر بسبب تصوير براشين لأن هذا لا يصور لك براشيم يأخذ منك فلوس يعني نعم بالاستديو لكن لو جاءك بلاغ لو تبلغت الداخلية بأن هناك في عملية غير صحيحة تجرى في مكان معين ممكن يدخل الداخلية ممكن يساءل الشخص ويتخذ ضد الإجراءات كثيرا ما تحال للمخافر بعض اعتداءات تكسير سيارات صبغ سيارات إلى آخره فحنا نقول كالداخلية آخر ما يتدخل لو تم استدعائنا من قبل اي كنترول في الوضع. اشكرك. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اتوقع ان المسؤول الاول هو الاستاذ. في بعض انواع الغش تكون غش مقنن نعم. مثل
البحوث مثل ما تفضلت حضرتك كل استاذ يكون عارف مستوى الطالب وعارف مستوى الطالب يكون معه اكثر من سنه او كورس نظام الكورسات فلما يجيب للطالب التقرير يكون هو عارف ان هذا مو هو اللي كاتبه واعتقد ان بدايه البحوث او الهوم وركات اللي ينقلها الطالب هي الخطوات اللي تاهله انه يطش في الفاينل او في الامتحانات فاذا كل دكتور او كل استاذ عارف مستوى الطالب وقدر يضبط هذه الشغله ما اتوقع انه يسمح له انه يتمادى في النهايه ويغش في الامتحان صحيح تفضلي واحدة مني تفضلي هذا بكمل بس واجيكم بديهم مسافرين فينا طالعين من الوجود اوه مكروفون صلى ساعة يلا دونا ولا عليكم يلا تفضل 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 حركة شوية اسرع اسرع بسم الله الرحمن الرحيم اتصور ان من اهم الاخطاء اللي كانت تصير في مجال التربية والتعليم في الكويت من حل الطالب يلجأ الى طيش طريقة تقييم الطالب ليش احنا لازم نقيم طالب من خلال امتحان تحريري من خلال اشياء يدرسها في الصف واحده ثلاثه بالتالي راح يدري انه يمتحن فيها في الامتحان فبالتالي يكتبها هذه على ورقه بدش امتحان عن طريق القيس راح ينجح ممكن يتفوق اتصور لو نقيم طريقه تقييم الطالب اتصور وايد راح تلقي الظاهره هذه يعني الاونه الاخيره جاءت جهه تقيم كليه الهندسه جهه خارجيه صنفتها من افضل الكليات من ناحيه المناهج والدكاتره والطلبه ولكن كان نقطه يعني او ملاحظه ان نقص التطبيقات العمليه و ان الجانب النظري والاكاديمي وايد يطغى على الجانب التعليمي او التطبيقي. في الاونه الاخيره الكليه بدات تسوي الشغله هذه بدات تكثر المشاريع العمليه وتقلل الدرجات على الامتحانات التحليليه. الطالب لو يعني يسوي ما يقدر يطيش في الجانب هذا. مثل مشروع لازم يروح يبحث المكتبة لازم يكتب بحث لازم يراجع الدكتور يراجع المهندس أكثر من مرة وبالتالي يلا يقدم شيء يعني على الكلمة أما يعني امتحان تحريري و 100% أو 50% هذا الطالب ينجح أو ما ينجح أتصور هذا من الخطأ تفضل أبو بسم الله الرحمن الرحيم أحسن كما كنت متوقع أن كل واحد يلقي اللوم على الآخر الطالب يلقي اللوم على المدرس المدرس يلقي اللوم على الوزارة أو غيرها صراحة كل واحد يتحمل مسؤولية سواء مدرس أو دكتور أو طالب أو أسرة أو صحبة المدرس في مدرسين يتحداك إذا قدرت تغش في الحصة يتحدى الطالب إذا فيك خير غش وشوف في صليت لكن مدرس ثاني شخصية ضعيفة ما يصير يعني بالصف طالب يقوم من مكانه المدرس واقف ما يقدر يسوي شيء شخصيته ضعيفة كذلك الأسرة عليها دور كبير يعني إذا الوالد يعني قلت من اليوم يعني اسمع يعني صرفوا الوضع إنه أنا بشر أبوي إني نجحت بالغش ويكافئني على هذا النجاح بمبلغ مالي أو بتذكرة سياحية أو إلى آخره. في شيء من هالطريق؟ نعم. سبحان الله أشكرك تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم أنا أحب أوجه بس حادثة صارت في هذا خلال هالأيام واحدة من الأقارب يعني عندنا إنه دائما احنا الدكاترة او عفوا المعلمين يطالبونا اذا لاحظتي واحدة تغش في الفصل تعالوا قولي تعالوا احنا نقدر نخلي فضلك للاسف انها صارت حادثة غش في الفصل فاذا احنا علمنا بعض المعلمين لا يرفضون هالشيء لان يعني كان احنا مزعزع الثقة كان نقول ان انت يا معلم ما شفت تعبه او ما لاحظت هالحادثة لكن احنا تعبنا قاعد نطالع لكن ما قاعد نتكلم ما قاعد يعني نتكلم في نفس اللحظة لكن قاعد يهاجموننا في يعني نفس اللحظة هذه في نقطة ثانية أحب إن أبين في بعض نقدر إن بعض يعني المعلمين يستخدمون بدال البحوثات يعني يكونوا مشكورين في طريقة الحفظ عندنا بعض المعلمين مثلا يقولون حفظ قصيدة حفظ آيات يعني من القرآن أو غيره بحيث إنها تمنع شوية يعني من حالات الغش أشكرك تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بطارق بالنسبة للغش من الأمور اللي تساهم أيضا هناك وضع الاختبارات يعني هل الاختبار هذا يكون على مستوى الطالب؟ هل الطالب يعني لما يدرس ويتعب ويقدم كل ما عليه يعني يقدر يمتحن نفس الدراسة دراسة؟ هذا شيء يعني يجب على الأستاذ والدكتور أن يضع الاختبار على مستوى الطالب نفسه. ما يحط الاختبار على مستوى الطالب ويتفوق مثلا، الطالب ضعيف ايش راح يسوي مثلا؟ مضطر انك تبي تجيب له صح، شغله ثانيه محسوبيه مضطر مثل ما قال الدكتور عبد الله العنزي المحسوبيه يعني في وسائط في كذا، يعني لازم تكون في مساواه يعني طالب بعض الطلبه يقول لك انا ايش ذنبي ادرس واقدم بالنهايه شوف يعني في نفس تاخذ درجات الاي والبي بلس مثلا اقل شيء عن طريق الواسطه، ايش ذنبي خليني افهم بعد اغش. اشكرك تفضل.
كانت الأخت اللي قالت إنه يتكلم بدكاترة بحالات غش السد قدامنا يقعد وراه طالع كل الدكتور قاعد مكان واحد يعني نكتب وراه وديها الدكتور بنفس الوقت يعني بنفس الامتحان ويوقف الدكتور حالة حالة يعني قدرة أي كرسي أو شيء ثاني في القاعة ما يسوي ولا شيء وبالنهاية كما يخلص امتحان الدكتور يعني ليش ما شفتهم ليش ما قريتهم ليش ما كلمتهم يقول لا أنا ما بي يعني أنا أشبز أي أحد في القاعة لكن بعدين أنا بيني وبينهم أنا أشتغل معهم ينقصون يمكن يأخذ قدام الورقة درجة زينة بس أنا عندي بيني وبينها لا وبالنهاية الطالب هذا يعني لو أن جهاز إعلامي شيء كان ذكرت اسمه تخرج وسلم على الأمير متفوق بالغش فيعني أنا كطالبة أدرس وأجتهد يمكن مستواي العادي أفرج سي لكن لما أشوف هذه أفرج نفسي ترتفع إلى الأي بالغش أنا يكون قدامي خيارين أما أني أغش معهم أو أسوي أف أي أغلب الأحيان أنا نفسي أرجع للأفرج إيه الشيء الآخر إن قضايا هذا لا تحمل لا تعصب راح أعطيك بالضبط ولا وجد وقت تخلص لكن أعطي في أخبار تجينا من كل مكان إن قضايا القس هذه لها ناس متخصصين كذلك بالمساهمة والمساعدة وتسهيلها. خذوا على سبيل المثال تحضير اسمها مادة اللي في أمريكا يسمونها نسيت تصور التوفل مادة التوفل في الكويت ثبت أن هناك نوع من التسهيلات العديدة وبإمكان الواحد ينجح ببساطة أحياناً إذا قش وفي تسهيل في القش ثم يصطدم بعوائق أخرى استثناء في وقت الآن في أمريكا يعني هذا من خلال أرقام عندي وحتى أسماء بس ما راح أذكر أسماء الطلبة ذهبوا لأمريكا قدموا في التوفل عن طريق شخص آخر يطيرون في الباسبورت مثل المافيا يستلمون مستعدين يغيرون الصورة في الباسبورت يروحون عنك يسوون عنك الامتحان. طلبتنا الكويتيين في الفترة الأخيرة خفت شوي كانت الأول أكثر لما انتبهوا لها ولكن منتشر فأنا أعتقد إنه لا أحد يستسلم إلى هذه المناسبة إنه العملية حتمشي لأنه بعد فترة الكنترول الانترناشونال كنترول روم تكتشف وتبلغ السفارة والسفارة تأخذ هذا الطالب بعد كل هذه المدة وميت أنك دراسته ترجع إلى الكويت أو تبعد عن أهله فلا أحد يستسهل هذه القضايا لأنه ممكن يقع فيها لمستقبله يكون في شيء من الخطر تفضل علي حمد علي هذا عقب بسم الله الرحمن الرحيم يمكن أنا عندي رد حق دكاترة يمكن تفضل أنا بسأل سؤال يعني ليش إحنا طلبة نغش؟ ما سألت نفس السؤال يمكن أنا أكثر حادثة شخصية صارت لي أنا طالب تخرجت من ثانوية بمعدل 3.95 رياضيات دشيت كلية الهندسة على قولنا أكمل من أصبح مهندس في الوقت الحالي أنا طالب تجارة دشيت مادة اسمها كالكولس قال الدكتور الـ A غلة والـ B غي وانتو لكم الـ C وصغط بالحال المادة لما عدتها مرة ثانية اضطريت إني أغش أساس أحول كليات ما أنطرق من الجامعة اضطريت هذا أشكرك على معلومة مؤلمة في الشكل ناخذ أخت من هناك تفضل شوي خليني أشوفه وين الميكروفون؟ يلا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم لو سمحت كنا تكلمنا عن الناس اللي تقش السيدة شامو ممكن توقفين على الميكروفونات مستحيل توقفين؟ مستحيل شو نسوي فيكم؟ يلا كمل تكلمت عن الطالب والطالبة اللي يسوون برشام وغشون بالبرشام هذه يمكن قشة بسؤال بسؤالين يمكن ينجح ولا يمكن ما ينجح نعم بس احنا نشوف بالامتحان بالجامعة الدكتور نفسه هو اللي يغششنا يمكن محاضرة عراقية قبل زين هو يعطي الناس علم الامتحان زين هم ممكن يعني يقللون مستوى الامتحان يعني يخلونا اذا سوى اسهل شوي نقدر نحلها احنا احسن من اللي الدكتور هو اللي يعطينا المعلومة يقول لنا حلوها هذه يعني بالامتحان اسمح لي من حاولتنا الإجابة أريد أن أركز أكثر على موضوع الفئة من المجتمع فضل أنا أتكلم عن موضوع المجتمع الأمريكي الأدفايزر كان في أمريكا أحيانا يعني يتبقى القاعة يروح ولا طالب يتجرأ أو أنه يعني يفكر في أنه يعني يقعد يغش
السؤال يعني هل الكونسل هل الثقافة في الكويت أو في الدول العربية تشجع على على عملية غش؟ احتمال أن الطالب أو المواطن أو أي شخص آخر شعر بأن يعني هناك عدم عدالة في عملية حتى درجات الفضل فيها الطلاب، إن والله موضوع الواسطة المحسوبية القبلية الطائفية هذه الأمور، فبالتالي إذا فعلا مشكلة يعني ليش أنا هذا الشخص يأخذ وهو لا يستحق وأنا ما أخذ؟ إذا لازم أحاول بطريقة أخرى. الشيء الثاني كان موضوع الكونسل مرة أخرى، نعود إلى موضوع الواقع الديني، إذا لم يكن هو طازع ديني أيضا تربوي يعني من الأسرة، إذا ما يكون في أي عائق يعني بالنسبة لموضوع الهدف. ليش يعني أنا أول ما أعرف لطلابي أن للأسف الدكتور الذي أحيانا يقول والله في أمريكا ليسوا مسلمين وليسوا كذا، هذا عنده ثقة في الطالب والطالب يعني أمين أكثر من الطالب المسلم الذي يفترض أن يكون مسلما في دولة مثل الكويت. فإذا ليش يعني نركز على قيم المجتمع ونركز يعني ايش الأسباب اللي خلت الطالب يفقد الثقة في قيم المجتمع وجعل له يحط ورقة ولا يخش ورقة ولا كذا؟ هذا كلام سليم وصحيح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس أظن طارق في مشكلة لها أسباب وعلاج وأنفاق مترتبة عليها. يمكن الأخوة والأخوات أثروا يعني الكلام بالنسبة حق الأسباب والعلاج، بس الأنفاق يعني مثلا الحين أنا طارق غشيت بعدين نجحت جبت شهادة فيها تفوق، بعدين أظن كبرت يعني شنو إيش راح أسوي يعني في ديرتي؟ من أثار الغش المترتب عليه أن يعني الإنسان في مجال عمله تطبيق العمل نفسه يودع عمل خاطئ، فمثلا دكتور إذا غش يعني عفوا يسوي منافسة، والمهندس أيضا بيستحق البناء. وأيضا من آثار الغش هو يعني تعليم، مثلا إذا كان واحد مدرس وغاش يعني راح يعلم خطأ وما راح يعلم ما راح يفري يعني معلومات الطالب بالقدر اللي يحتاجه يعني نقل الطالب. وأيضا من آثار الاستقلالية من آثار هي يعني أن المال اللي قاعد أكسبه من الوظيفة هذه قد يكون مال حرام، لأنه مو قاعد أجد الوظيفة على الوجه المطلوب. يعني الأثر الخطير جدا المترتب على الغش هو أنا يعني يوم القيامة راح أسأل مثل الله تبارك وتعالى يعني المال هذا اللي اكتسبته من الغش هذا والغش اللي سويته أصلا راح أسأل عنه في جنة النار بالنهاية يعني. صحيح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أتكلم عن نقطة مهمة بالنسبة لكفحة الغش. كفحة الغش نحن كجيل لا نحاسب على الغش، لأن نفس ما قلت يا طارق أنكم أنتم من زمانكم ما كان عندكم غش شيء اسمه غش. فنحن كطلبة بالنسبة لدور الأسرة بالنسبة لدور الأسرة كان الأسرة ما يعرفون شنو الغش، فضربونا على شيء اسمه لا تغش أو لا تسوي كذي أو لا تغش. فممكن إحنا لو نتكلم عن كفحة الغش نقول أن من كفحة الغش الأجيال القادمة، نعم، يكون هناك دور أسري عن طريق وسائل الإعلام ممكن تبشر دور الأسرة يعني دور تربويين أن يكونون شديدين يعني مش أقول أشد يتفقون أشد الإجراءات ضد قرار الأسرة. تفضل. اللي كان يوصل مع السيد الدكتور في الولايات المتحدة قبل غزل وحتى اللي يدفعون الثانوية العامة النظام العام وليس المنتظر أول سنتين دائما يحصل على امتياز يعني بدون أي تعب، ليس منهج طويل يدرسون أطباء موجودين. الآن لا، الحل أجيب المدرسين اللي كانوا يدرسون أول موجودين في حاجة المزبي حاجة المهم. هذا هو أكثر الأمر. مدرسك دكتور عام الإخوان طلبوا بالضبط مشكلة مهمة جدا وجود الإلكترون في الجامعة وحسب إلى الجامعة تلومها في الأمرين تتفرغ عليها أو حاطة رأسها تقول صراحة أنا كعوض ليش هناك قليل من عظام هي تدريس أنا أعتقد يعني في الحلقة في الكلية ما أتكلم في الكلية الأخرى من يتلاعبون بالدرجات نعم أقول للدكتور أقول للدكتورين بس ولكن أن الطالب يصير الطالب يرسم مشكلة
إذا دكتور من ألف دكتور غش أنا فيه بالمشروع. بالتالي وهذا فكرت أنا لما فزت عن بعض واحد بعد إن الجماعة يشوفوني أنا كاتر جماعة على ضغوط. والله هذا كل عتقي كيف هذا عتقي دكتور. مرة ومرة يو طلبه وشوف العومي. بس لا عتقي كيف هذا عتقي. فإحنا عندما نشترك على ماي إبليس أعرف أن البعض أو القليل مع ماي إبليس يتلعون بدرجات الإحصائيات موجودة في عمار قبول تنزيل فتنزل طلعي الإحصائيات ما تتحدث بيك فيها نعم ليس كانت الجامعة ولاد كلية بل في أحيانا أحيانا وعندنا بأتات وداء الجماعة ما يسمون طالب محرط والسنة ما بيس هنا وجد أهم وموجود في السنداتية طولت مني أنا مرة عرض الثاني ما هي عندي شنو هي عندي ما درس ماتي عطيت لك راح اسمع رئيس القسم ورئيس القسم يا ربي ليش كذا تعال وطالب لأن أنت تكون حار أو عاطف أو عصر مع والدي والسنة لأن مصيبة أمور الجنس اللي سوّل لك وراح يدفع عادي وعاد الدنيا تفضل يجب على إدارة الجامعة أو حتى إذا أنا أطلاق المدرسة ودي اشرح لك بنتي طالبة دبليو وتكات تستحق السؤال على الدور وجاوب عليه عشان ما تزوج بيه وبيسألها السؤال وجاوب انت عن وجهك هذه مشكلة ان اذا صار ابوها لازم تترفض له بعد اخوان ولو مثل واحد منهم من الالف مشكلة كبيرة يجب ان تضطرب الاداره الجامعيه او الاداره التعليميه في وزاره التربيه انه تعالج مع الطفل في تسامح في تسلم في إذن بالنهاية هي قضية عامة تخصنا جميعا في كلياتنا وفي مدارسنا وفي بيوتنا وفي كل جزء علينا أن نعيد النظر في قضايا عديدة في مجتمعنا بما فيها هذا الموضوع. أشكر ضيوفي اللي حضروا الاستديو وآسف لما قدرت أعطي كل واحد يتحدث لأن ما شاء الله عددكم كبير وشكرا لكم جميعا أنتم المشاهدين ومع السلامة وصلنا لكم. Oh,